دكتور جعفر، يعني سمعنا ما قاله سيد ماهر، هناك ربما تعويل على أن تكون القائمة المشتركة في المركز الثالث، وبالتالي هذا سيخدم القضية الفلسطينية كما قال، لكن وجود فقط هذه القائمة في البرلمان في الكنيست الإسرائيلي من دون وجودها في الحكومة، هل سيكون لها تأثير سياسي أم أن الأمر سيكون له تأثير اقتصادي على فلسطينيين داخل؟ أنا أعتقد إذا كانت هذه المجموعة أو الأحزاب المشتركة العربية خارج الحكومة يكون أفضل مما أن تكون في الحكومة، لأن الحكومة ستعطى مثلا وزير، أو حتى لو أعطيت وزيرين، طبعا الوزير أو الوزيرين تحت سيطرة رئيس الوزراء، لأنه الوزارة نفسها عندها خطة معينة وعندها استراتيجية معينة، مع غض النظر عن الوزراء الفرادة. أما إذا كانت في المعارضة، المعارضة بالإمكان أن تعارض خطط، بالإمكان أن تعارض قرارات، بالإمكان أن توصل صوتها إلى خارج إسرائيل. نعم. في هذه الحالة، لكن في مشكلة، يعني هو على كل الأحوال تاريخيا يعني فلسطينيو 48 لم يشاركوا في أي حكومة، لأنها مسألة أخلاقية، يعتبرونها مسألة أخلاقية، لكن الأهم هم لو في المعارضة، وقد حصلوا حتى على 15 مقعد، وهو أعلى النسبة يتوقعونها ويأملون فيها. في نهاية الأمر الكنيست 120 مقعد، يعني ما حجم هذه المعارضة التي من الممكن أن تعيق وتغير في سياسة إسرائيل لخدمة القضية الفلسطينية؟ المعارضة في إسرائيل دائما تؤثر على قرارات الحكومة، يعني لو كانت الحكومة عندها قرارات معينة في مجال معين والمعارضة تعترض على ذلك، تأخذ الحكومة هذه المعارضة بنظر الاعتبار. فلو كان عندك 15 مقعد مثلا، 15 مقعد يعني كتلة كبيرة لا يستهان بها، فبالتأكيد وهي منتخبة من قبل الناس، انتخاب ديمقراطي، فلا بد وأن يكون لها تأثير. ولكن أنا كما قلت أن التأثير داخل إسرائيل لا يكون كثيرا، لا بد وأن أذكر هذا، لأن الحكومة التي تأتي مهما تكون ستتخذ خطط معينة ليس في صالح الفلسطينيين إطلاقا. هي إما أن تكون أحزاب صهيونية أو أحزاب دينية، وكلاهما يعني هم ضد الأفكار الفلسطينية والخطط الفلسطينية، ولكن بالإمكان أنه تقلل هذه المعارضة العربية، بالإمكان أن تخفف مثلا من حدة القرارات التي تتخذها الحكومة، وكذلك يمكن أن يكون لها تأثير على الحكومات الخارجة خارج إسرائيل، لأنه إسرائيل مكان يأتيه الناس من كل حدب وصوب لزيارتها. سؤال أخير دكتور، لماذا تأخر فلسطيني الداخل من أن يتجمعوا في قائمة مشتركة؟ هذه أول مرة. ربما يكون السبب، ذكرت أنا في البداية أنه كانت النسبة سابقا 50%، الاستطلاعات تقول الآن النسبة 70%. السبب في ذلك أن نتنياهو، حكومة نتنياهو، قررت أن تكون نسبة المنتخبين من الشعب 3.25 الآن، سابقا كان 2%. لماذا؟ حتى لا يكون للأحزاب الصغيرة نصيب. فالآن شعر العرب الفلسطينيون أنه الأحزاب الصغيرة ليس لها نصيب، فإذا الاتحاد والوحدة والاشتراك هو أفضل مما أن يكونوا شتات. دكتور، شكرا لك. دكتور جعفر هادي حسن، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا.